لبنان تقدم تليفون من بين النجوم. إعداد إلسي خليل، تقديم سمير يوسف، إخراج محمد الزين. هيهات يا بوز اللوف، وعيني يا هوال هيا، شريان قلبي انقطع من نظرتك اللي هي وفا. مين منا ما حب هالصوت وبعده بحبه لهلأ؟ فنانة أصيلة بكل معنى الكلمة، تربعت على عرش الغنى والتمثيل والاستعراض. هي مين حبت الحياة وعطيتها لآخر نفس، وخلقت حالة فريدة من نوعها بلبنان ومصر وبالعالم العربي كله، وهالحالة تسمت بالشحرورة. هالجملتين اختصرنا مسيرة فنية كبيرة وعظيمة من لبنان، ولو قد ما حكينا عنها ما منقدر نعطيها حقها، ولأنه اشتقنا لها كتير وغيبتها أثرت فينا، حبينا نرجع نسمع صوتها من جديد باتصال من بين النجوم. ألو 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 بيروت، من فضلك يا عيني أعطيني بيروت، عجل بالخط شوي. ألو ألو ألو، ست صباح. إيه حياتي، عم بحكيك من الإذاعة اللبنانية، بس لو سمحت وطي لنا صوت هالموسيقى حدك عشان نسمع مع بعض. أنت ست الستات ولبنان كلنا سمير، اشتقت لي، حابب تطلي معي اليوم بهالاتصال المباشر عبر الإذاعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين. بالبداية خبرينا كيفك بهالأيام، شو عم تعملي، كيف عم تقضي وقتك فوق؟ طبعا ما بدخن، بنام منيح، ما بشرب. خي خي كتير منيح. بعدك بتهتمي بصحتك يعني مثل ما كنتي قبل؟ ايه، وبعدين عشت يعني مشيت طريقي كله هيك، مشيت ثلاث ارباع طريقي هيك. طيب ستنا، رح نبلش بسؤال تقليدي. نعم. حضرتك وين خلقتي؟ ببددون. ببددون ببيت أهلك يعني؟ بعد البيت اللي أنا خلقت فيه موجود يعني. طيب ستنا، ليش لقى أبوك بالشحرورة؟ لأنه عمي كان ملقبينه بشحرور، الوالي كان شاعر يعني مهم جدا، وطبعا احنا كنا كمان عشنا فترة بوادي شحرور، والبغالية متلقين وادي شحرور متلقين بددون. كمان سمعنا انه بددون عم يفكروا يعملوا لك متحف. الحمد لله. اصلا يا ست صباح، انت بتستاهلي اكتر من متحف وبتستاهلي كل خير. كنت بدي اسألك ستنا، انه العالم كلها بتعرف انه الصبوحة ما بتستحي، فينا نعرف قديش عمريك، اي سنة خلقتي؟ 27، وهيدا فخر لإلي هالسنين هيدي كلها فن، والناس بعدها بتحبني. تستاهلي كل الحب والاحترام يا صبوحة على هالمسيرة العظيمة يلي بدي جرب اليوم اختصرها باتصالي معك بكم سؤال. نعم. فخبريني بداية كيف بلشتي بالفن وعن جو البيت تحديدا. هو الحقيقة أنا كبرت بجو فني، لأنه جدي كان صوته حلو وعمي كان صوته حلو شاعر، ولما كنت أنا بمدرسة الإسوعية كانوا كل سنة يعني آخر السنة يعملوا روية يعني مسرحية. نعم. للأهل. كنت أنا أكون البطلة، وآخر روية عملوها كانت اسمها الأميرة هند وعيسى النحاس جاب الملابس. فلما شيخنا على المسرح عيسى النحاس
قال لهم لأهلي، قال لهم حرام ما تشتغل بالفن. وأنا كنت بالسر أقعد غني الشعر تبع عمي وصور مول ودندن، شو أمي ظلت قلي ما طلع من أمرك شيء أنت أبدا. وهذا أختي لميا كانت كمان تحب التمثيل بس ما كانت تشجعني أنا أشتغل بالفن. يعني بنفهم من حضرتك أنه جو البيت كان فيه بيحبوا الفن وفيه الإحساس بالفن بس ما كان في تشجيع جدي لألك. أمي كانت كتير يعني تحب الجو الفني وكانت مشهورة بسفرتها وكانت تعزم فنانين وصحفيين قبل ما أنا أصير فنانة كمان على بيتنا يعني. ومزبوط ستنا أنه زوجك الأول نجيب الشماس كان يتردد مع المجموعة اللي بزوروكم بالبيت؟ ايه كان يجي معه على هيدا. ونجيب شماس كان طبعا اكبر مني بعشرين سنة بس كان ذكي وبيعرف كيف يحكي وكان شكله حلو هيك وهيدا. وقعني بغرام يعني وقعك وتزوجته وجبت منه صباح الصغير. طبعا الحمد لله اني جبت احلى شاب وبتمنى كل ام يكون عندها شاب مثل ابن. اكيد اليوم صار دكتور قد الدنيا وعايش بامريكا. برافو عليك مضبوط هيك. طيب صبوحة بالإجمال شو بيعجبك بالرجل؟ بيعجبني الشخصية أولا ويعني الرجولية بالرجال وإنه ما يكون كذاب لأن بس يكذب الرجال خلاص مش ممكن الواحد يقدر يحترمه بعد هيك. يعني حتى الكذبات البيض؟ يعني كذب أبيض معلش كل واحد مثلا لازم يمر عليه فترات يكذب كذب أبيض. مزبوط مزبوط معك حق معك يعني حق. يا بتبقى مجاملة يا بتبقى حتى ما تأذي حدا. طيب ست صباح العالم كلها بتتساءل إنه كيف وصلتي لهالمجد كله جمالها أو صوتها أو ذكائها. يعني كل العالم بتضل تسأل إنه كيف قدرت وصلت صباح لكل هالمجد. هو طبعا الإنسان الذكي بيعرف كيف يخلق من لا شيء شيء. طبعا الله الحمد لله عطاني أكثر ما بستاهل وعطاني ذكاء إني كبر موهبتي. نعم أكيد نعم. وأكيد هو بيكون كل إنسان وشغلته معه كوني أنا فناني وقدرت بذكائي هيك. وشكلي طبعا لو بدي أهمل حالي كنت مش بدي يكون عادية بس لازم أنا بنظري ما في حدا بشع إذا بيعرف كيف يسوي حاله وكيف يلبس طبعاً. نعم. فأنا عملت من نفس الشيء. أنا لما كنت بالبيت دايماً أمي تقول لي أنت يا بش عمي رح يخبك. لك أنت صرت مثال بالجمال والترتيب يا صبوحة. يعني كانت صباح لما تعمل موديل شعر أو تلبس لبس جديد تلاقي كل العالم لحقوها تيعملوا مثلها. على كل حال بدي أسألك صبوحة بفنك ليش أخذت لون الطرب الشعبي؟ أول شيء اخترت هاللون لأنه لبقلي وتاني شي لو اخترت الطرب كنت رح كون أقل من أم كلثوم. فكرت إني أعمل لون لنفسي ما حدا يقدر يقلدني فيه وبعدين عم غني الموال بطريقة بفتكر ما حدا يعني في طرب كتير وصعب إنه نقلده. يعني أنا بقدر قلك إنه هيدا اللون انطبع فيكي وما حدا قدر يقلد لحد اليوم الصبوحة. بس بدي أسألك إذا عم تتابع الوضع السياسي بلبنان والعالم وخاصة بأوروبا عم نشوف الإرهاب يلي عم يضرب جميع البلدان وبفرنسا خاصة اللي كان إليك نجاحات كبيرة بمسارح باريس وخاصة بغنية عن ندى الندى اللي ترجمتيها للفرنسي. لا. في مجال نقدر نرجع نسمعها بصوتك؟ Nada, 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 une chanson et quatre pas qui apporte le bonheur à celui qui n'en a pas. À la ville de Paris, ainsi qu'à tous mes amis, j'apporte de mon pays notre amour et notre joie. Allah ya Sabouha, شو هالصوت بعده حلو وكله دلع بعدك مثل ما انت. هيدي الحقيقة. ورح نسمع الغنية سوا. عالندى الندى الندى والورد مفتح عغدى وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي الى هدى. عالندى الندى الندى والورد مفتح عغدى وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي الى هدى. نتانت لتعلبستان ولقاها وظهرني سان نتانت لتعلبستان ولقاها
حابين نسألك ست صباح، شو رأيك بالفنانين اليوم بلبنان؟ كل فنان أصيل الحقيقة بده سنين تيخلق، مش أوين بيخلق فنان أصيل. وبعدين في شوية فنانين مثلا عم بينوجدوا، مش مثلا بيطلعوا السلم شوي شوي، مثل ما نحن مثلا الجمهور هو اللي شجعنا وربينا سنة ورا سنة ورا سنة لحد ما صرنا هيك. بيجي مثلا وحدة بيقولوا لها، بيعملوا لها شهرة، أعظم صوت وأعظم، بدها تمسح فلان وبدها تعمل فلان ومدري شو، أو مطرب كمان، مطرب كذلك الأمر. على هالدعاية هاي بيطلع أقل من الدعاية اللي هني عاملين له إياها بينتهي. فلو هالفنان بيطلع شوي شوي, شوي شوي بجوز كتير إنه يوصل ويكون أحسن من الموجودين. طيب ست صباح، كنت معروفة بميزاتك الحلوة والكتيرة، ومنهم الكرم. هو أول شيء الكرم بيخلق مع الإنسان موهبة، صح، وبيكون واحد قلبه كبير. نعم. وطبعا الواحد إذا بيعمل جميل، إذا ما بين مع الشخص أو مع العبد، ببين مع ربنا، مع ربنا أمنته باسمه، ومبين معي أنا كتير، لأن عطاني إشياء أكتر ما أنا بستاهل. طيب صبوحة، هل الفن عمل منك إنسانة مزاجية؟ بحياتي ما كنت مزاجية. طبعا الفنان بعد كل هالشغل والتعب على اسمه واللي بيشوفه من إشياء حلوة وإشياء مش حلوة، فبيوصل لوقت بحب انه يحصل تغيير بحياته. فاكيد يعني الفنان مهما انشهر بضل اوقات بحس حاله انه عايش لوحده. يعني يمكن مشان هيك رجعت تزوجت تاني مرة وتالت مرة. يعني ياما العالم تهمتك باشاعات وانه ليش صباح عم تتزوج كذا مرة، بس انا برأيي العالم يمكن ما بتعرف انه الفنان هو انسان مثلنا مثله، بحاجة يحب وينحب ويحس بالحنان. أكيد. والست دايما بحاجة، إن كانت مشهورة أو مش مشهورة، بحاجة للرجال، وهذا شيء منيح. يعني بدليل إنك بتشوف مثلا فنانات هوليود يا بيسكروا يا مثلا بيتجهوا لأشياء مش مسموحة لحتى مثلا حياتهم تمشي وما يكونوا وحيدين. على كل حال انت اهم من نجمات هوليوود يا صبوحة، وقدوة لنا جميعا بحب الحياة والاستمرار. وانت يلي باكتر من مقابلة علمت اللبنانيين والعرب والعالم كله ينسوا، وكيف ينسوا ويحطوا وراهم. مزبوط، اي طبعي هيك، ما بقدر غير ابدا. بعدين بنسى امبارح وبكرة بعيد، والدنيا حلوة اذا الواحد بكبر عقله. وسعي الانسان بيتمرن على كل شيء بهالدنيا، بيتمرن على السعادة، بيتمرن على الضحك، بيتمرن على الحب، على كل شيء إذا عقله كبير. يعني مع كل هالزعل والفرح والتقلبات كلها تعذبت كثير مع أولادي. ابني طبعا لما انفصلت أنا عن والده وما كانوا خليني أشوفه، وقف بهالشتي تحت شبابيه أنا أبكي وابني يبكي فوق، يعني عملوا له صورة بشعة عني. كان عمره صغير، يعني يمكن 3-4 سنين، وضل لمدة كبيرة يعني هيك بهال. طيب خبرينا شي ذكرى ما بتنسيها مع ابنك ولو كانت سيئة. يعني كنت روح أخذ له غراض وما يخلوني أطلع شوفه، وهو كان بطرابلس ساكن، ووقف أنا كنت دني عم تشتي، وقف تحت بهالطريق حامل الغراض أنا أبكي، والجيران ما بيعرفوني يندهولي لعندهم ويروقوني، وإذا طلعوا له الغراض يزتون مش بذيك علي. يعني شفت إشي كتير بحياتي أنا، ودائما كنت متعذبة إنه أنا مثلا اضطريت إنه ابني يكون شوي بعيد عني، بس ما تركته أبدا، علمته أحلى علم، وهلأ عنده صبوحة بالدنيا. يعني وبنتي نفس الشيء، تعذبت فيها كتير، وكنت كلها يسمعوني صوتها على التليفون عم تبكي وتصرخ بدي يا ماما وهيك. طبعا كنت ابكي ليل ونهار لحد ما رفعت قضيه، وكنت قدام القاضي عم ببكي وبرشش دموع حكملي فيها. كل الليل ما نمت، ناطره يجي الصبح ليجيبوا لي بنتك، مثل دربزين، وقاعده هيك قعدت على الحجر كل الليل لحتى انه بنتي تجي لعندي حبيبه قلبي، وجبتها والحمد لله ضلت معي. طيب كيف كانت تمر عليك لحظات الضعف كصباح الفنانه؟ الست دائما بطبيعتها يعني رقيقه، هيك تحس بضعف أحيانا، ومهما كان الواحد عظيم بيجي ساعات لحظات ضعف، وهاللحظات الضعف هي بتقويه بعدين. أنا إجاني مثلا وقت اللي صوتي تعب وحسيت إنه بجوز صوتي ما يرجع، إجاني يأس، حسيت إني أنا رح انهار،
يعني لو موجود أختي سعاد حدي أو عبد السلام النابلسي أو هالأصحاب اللي هني يشجعوني دايما ويقولوا لي لا أنت صوتك فترة وتروح، ما يعني كنت رحت انهارت. ليش وقتها راح صوتك؟ ابني كان شاري عربي وعم بيعمل روداش للعربية على طرق بعيدة، فأخذ أخته مع أصحابه وراح. أنا بنتي معودة إنه الساعة 8 تكون بالبيت، للساعة 3 بالليل بنتي ما إجت، أطلب بالبيت ابني ما إجا، البنت أصحابها ما بنعرف وني. بعدين جنيت للساعة 4 الصبح ما إجوا ولادي، يعني صرت أمشي بهالشارع مثل المجنونة. وبعدين شوي ساعة 4 ونص إجت بنتي، وصلت يعني وشفتهم. طبعا ابني شاب يعني خوفي كان أقل إنه البنت حدا خدعم لشيء. نعم نعم. فوصلت على هالبيت أنا إجاني مثل كريزة، صرت صرخ عليها وبالوقت نفسه أبكي. وما بحياتي يعني مديت إيدي على بنتي مربيتها بطريقة كتير حساسة وكتير نعمة، وهي ما في أحلى من أخلاقها، يعني ما بضطر إني مد إيدي عليها. فأنا الحقيقة صرخت شوي وصرت أبكي وسفقتها غصبا عني. فأنا كيف إنه ضربتها وهيك ضيقت من نفسي، ومن ساعتها صوتي انقطع عرق صغير فيه وعمل لي نزيف. فهالنزيف الدم قعد شوي على الوتر مثل ما يكون واحد قافل باب عربية على أصبعه ومزرق. يلا تنذكر وما تنعاد. ستنا ندمانة لأنه جبت أولاد؟ الفنانة ما لازم تجيب أولاد. كأم كنت قايمة بواجباتك؟ كأم طبعا واجباتي المادية والعاطفية وكل شيء كانت مؤمنة، بس إنه ما قعدت نسبة كبيرة حد أولادي، ولحد هلأ بنتي اللي صار عمرها بتضل تقول أمي تركتني. وهن يعني هي كمان ما اشتغلت، عرفتي؟ هلأ ممكن كان هي تنجح بحياتها وأنا أتحدى، أو إنه هي تكون مسؤولة وأنا أتحدى، بس إني أنا ضل لهالعمر هلأ مسؤولة عنها أو مسؤولة عن غيرها، ويعني فطبعا لازم اشتغل. بنتي قد ما شافت إنه أنا بسافر كتير وبتعب، وطبعا هي عاشت مراحل حياتي وشافت قديش أنا تعبت، فما بتحب هي إنه تتعب مثلي. هويدا انظلمت برأيك؟ بفتكر إنه هويدا انظلمت كتير بقصص كتير، وأنا أكيد بكل مراحلها اللي هي مظلومة فيها كنت حبة، ومراحل هي تعبتني جدا، يعني آخر مرحلة بصراحة تعبت منها كتير، مش من بنتي، من الشيء اللي إشعاعاته عم تطلع لها، يعني بصراحة شيء تعبني جدا جدا. طيب كنت حد بنتك بالمحنة اللي مرقت فيها؟ أنا من بنتي؟ ما في أم بتكون قريبة من بنتها قدي. أنا أمي كانت منيحة معي كتير، لأنه كمان ابتديت أشتغل أنا صغيرة، وكانت تقدر أمي هالشي إنه أنا يعني كنت كل شيء بالعائلة، بس أنا كنت حد بنتي يعني كأم بدون أي مقابل، حدا يعني للموت. في أمات بهيك مواقف وقصص ما بتكون حد ولاده. ستنا ما عنا أي شك بأمومتك وحنانك وعطائك اللا محدود لأولادك، ومظبوط انه ما بتخاف من الموت؟ مظبوط، وما بعرف ليه. يعني في ناس بخافوا يموتوا، حتى اكتر بخافوا انه حدا مقرب منهم يموت. وشو الواحد بده يخلي؟ بده يجي يوم بده يرتاح ويموت. معك حق يا صبوحة. حابب اسأل حضرتك بمين بتشوفي حالك، يعني او مين بيشبهك؟ شوف نفسي بهوايد، يعني كيف ما مشي كيف ما اطلعت كأني انا. ورح نهديكي بهالمناسبة غنية لإلك ولهويدا بنسمعها سوا. حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها. وبعد هالغنية الحلوة حابين انه تخبرينا شي حادث طريف حصل معك ومع زوجك رشدي أباظة. مع رشدي أباظة كنت مرة سهرانة انا وياه، واحد بدأ اعجابه، ما لقينا الا هالطاولة قاعدين بمحل مهم جدا، انقلبت وصحون بالارض وانا اركض يا فكيك نط جلال. طيب شي خبرية عن غير زوج، يعني شي خبرية عن شي زوج تاني غير رشدي أباظة. ومرة كنت مرتبطة بزوج كمان وزعلت منه، نزلت من العربية بدي امشي، ما كنت اطلع بالاوتومبيل، سحب الفرد علي. هلا بدك تطلعي؟ ايه طيب طيب طيب. تكرم عينك تكرم عينك وبحبك كثير.
ست صباح ليش كل العالم بتحبك؟ ما بعرف، يمكن هيدي طبيعة. يعني بيحبوك حب وكأنه ارتباط روحي. فعم شوف حب ما شفته أنا زمان، أيام عبد الوهاب. هالعالم هاي ما بقى تتكرر. صحيح للأسف. بتذكرني بالماضي العظيم. نعم. بالماضي، ماضي العباقرة. أكيد. ماضي الفكر. أكيد. ماضي الناس الطيبين، الناس اللي كانوا يحبوا الفنان يركضوا عليه. هذا بفكرني هيك. مش هلأ إنه بكل قرن فيه مثلا فنان، والناس حتى إنه زهقت من الفنانين والفن. هيدا اللي وصلنا له يعني شيء مؤسف جدا، ولو إنه طبعا فيه فنانين بحبهم كتير والله يوفقهم، وإن شاء الله يوفق الله كل فنان أو كل إنسان بيشتغل بمجاله الله يوفقه. ما رح يأخذ أيام وأيام غير يعني. يا حبيبي يا حياتي ما فيش غيرك يا بحياتي، يا حبيبي يا حياتي ما فيش غيرك يا بحياتي، يا شوف حبك يا شوف ريدك، حبك أغلى من حياتي وحب. صبوحة بدي أسألك هلأ سؤال سريع. نعم. شو أسوأ شي فيكي؟ أسوأ ما فيي بجوز طيبة قلبي، وأحلى ما فيي طيبة قلبي. طيبة قلبي بتبين مثلا مع الناس اللي بيستاهلوا، أو بتبين عند الله. وأسوأ ما فيي إنه طيب مثلا قلبي كتير طيب زيادة عن اللزوم بيجيب لي مشاكل. طيب شو بيميزك عن غيرك غير بطيبة قلبك؟ إذا كان في ميزة إني مش أنانية، طول عمري عايشي لحتى غيري يكون مبسوط وسعيد. أها. يعني إذا شفت إنه غيري سعيد هيدي سعادتي، واللقمة اللي بتمي مش لقلي. طيب ست صباح هلأ عندي سؤال شوي حشري وحساس. إذا حبيت تعيشي كل حياتك مع زوج واحد من أزواجك مين بتنقي؟ بفكر. كنت بدي أعيش مع بي ابني أستاذ نجيب الشماس. حلو. شو عبالك نسمع غنية لقلك؟ بنسمع بكرة بتشرق شمس العيد، كمان هيدي غنية كتير نعمة بحبها وبنسمعها سوا. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. تفلت من ايدك، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب. صبوحة من بعد هالغنية الحلوة يلي اخترتيها بنفسك، شو اكتر غنية بتحب تسمعيها او كنت تتمني تكون لإلك؟ قالوا لي هاني الود الاستاذ عبد الوهاب. اوف، مع انه مش ستيل اغانيك ابدا. غريب شو فيها طرب، كتير كتير بحبها، يعني اكتر غنية بحب اني اسمعها. طيب يلا رح نسمعها سوا. قالوا لي هاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. هو افتكرني
افتكرني عشان ينساني. صبوحة 25 دقيقة قطعوا مثل الحلم معك، وعقد ما اشتقنا لك بهالسنتين بيصعب علينا نفارقك من جديد. قبل ما نودعك ونشكرك على هيدا الاتصال اللي خصيتينا فيه بمقابلة حصرية لإذاعة لبنان من بعد سنتين على وفاتك، حابين توجهي كلمة أخيرة للناس، دعم صغير منك للبنانيين خاصة يلي الحياة عم تقسى عليهم كل يوم بعد يوم. افتكر انه في ناس ما بيحملوا الحياة، عرفت كيف؟ بينهاروا قوي. صحيح يا صبوحة، صحيح. كون الدنيا أقوى منه، عرفت كيف؟ والدنيا قوية، هذا ما نحن كنا قوية ما في جرين ضيوف على هالدنيا هيك معك، قاعدين ببلاش بهالدنيا ونشم الهواء ونروح ونجي، لازم نكون نحن اقوياء ونشكر الله. يعني لو فيك تودي لنا قوه من عندك يا ست صباح، لانه عن جد الحياه حلوه ولازم تنعاش بفرح. خيلك شو حلو الدنيا دخيلكم، اجمل شيء بالدنيا، ما تزعلوا ما تنهموا، لقمه خبز حاف والدنيا سعيد. طيب وباخر لقائنا هلا رح اسمح لحالي اطلب انا شخصيا غنيه منك، شو حب تغني لي غنية؟ وسمير معلم يا معلم، آه يا معلم يا معلم، يا حبيبي يا حبيبي يا 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 معلم. لك الله الله يا ست صباح، لك ما حدا غيرك المعلمة، معلمة مقلوب الناس، ونحن منطلب منك إذا بتريدي ما تحرمينا من صوتك أبدا. بس يعني بتعرف الظروف تسمح، ونحن منوعدك انه رح نقوى على كل الظروف بس تنسمع صوتك باتصال تاني. صبوحة سويني قليل وبينقطع الاتصال، بدي اخر كلمة منك يعني او دندني هيك كلنا سمع. اخذوا الريح واخذوا الليل، اخذوا نهاري واخذوني، واخذوا قلبي وتركوا الويل، وفرقوا النور من عيوني. صحيح أخذنا الوقت منك يا صبوحة وسرقك منا بسرعة، بس الأساطير ما بتموت، ويا صبوحة أنت الأسطورة يلي رح تضل من جيل لجيل. ست الستات قدرت بتعبها وصبرها وعطاءها الدايم تكون ملكة الأعمال الفنية وملكة عقلوب كل الناس يلي حبتها. وبتليفون من بين النجوم رجعت الشحرورة بعد حوالي السنتين عوفيتها، رجعت لتقول انه الصبوحة ما ماتت، ومع كل شروق لشمس الصباح متذكرك يا احلى صباح. ثم تليفون من بين نجوم، مع تحيات إلسي خليل، سمير يوسف، والمخرج محمد الزين.